مشاهدين الكرام في كل مكان، مشاهدين الأعزاء في فلسطين المحتلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية الذي يأتيكم من قناة الحوار في لندن. وكالعادة نستهلها بالمشهد الفلسطيني وموجز لأهم الأخبار على الساحة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي، ثم نتوقف بعدها عند خبر الأسبوع حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق مقبرة مأمن الله التاريخية في مدينة القدس المحتلة. وفي الجزء الثاني نتناول بالتحليل قضية الأسبوع، حيث سنناقش الجهود الدولية للتحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية الدولي ومدى الجدية في إظهار الحقيقة ومحاكمة الجنات الذين تسببوا بمقتل 9 من المتضامنين الأتراك وجرح العشرات من جنسيات مختلفة. ونناقش فيه أيضا حقيقة الخلاف الإسرائيلي الذي ظهر خلال تحقيقات لجنة تيركل الإسرائيلية الداخلية. ونستمع في الجزء الثالث والأخير مشاهدينا الكرام لآرائكم وتعليقاتكم على موضوعات الحلقة وأخبارها، ونفتح المجال للحوار وتبادل الرأي عبر الهاتف الذي سيظهر تباعا على الشاشة. ولكن البداية دائما مع المشهد الفلسطيني في أسبوع. أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلاغات عسكرية تنذر بهدم 30 منزلا وهدم مسجد جديد في قرية جراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية. قالت منظمة العفو الدولية إن معظم منطقة الأغوار أعلنت منطقة عسكرية مغلقة أو صدرت أراضيها وألحقت بنحو 36 مستوطنة إسرائيلية، في حين يمنع الفلسطينيون من البناء في هذه المناطق أو القيام بأعمال تطوير. ناشدت رئيس الحملة الأوروبية النائب جيني تونغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتدخل الفوري لوقف قرار الإبعاد الصادر بحق نواب القدس محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون، إضافة إلى وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة. وأكدت تونغ أن إبعاد النواب يهدف إلى معاقبتهم بعد فوزهم بانتخابات شرعية شهدها العالم أجمع. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء جثمان الشهيد مشهور طالب العرور لعائلته بعد احتجازه لمدة 34 عاما. وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلة أن الاحتلال يحتجز أكثر من 317 شهيدا فلسطينيا في مقابر سرية يطلق عليها اسم مقابر الأرقام. تحولت المدن والقرى العربية في الأراضي المحتلة عام 48 إلى ثكنات عسكرية يجري فيها الجيش الإسرائيلي تدريباته، كونها شبيهة بنمط المدن الفلسطينية بالضفة والقطاع ومدن لبنان وسوريا في إطار التحضير لحرب مقبلة حسب العديد من المحللين. داهمت القوات الإسرائيلية الأربعاء الماضي قرية العراقيب الفلسطينية في صحراء النقب ودمرت جميع مساكنها للمرة الثالثة خلال أسبوعين. نصح خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري العرب والمسلمين باستثناء المقيمين في الغرب بعدم زيارة القدس أو الصلاة في الأقصى على اعتبار أن هذه المناطق محتلة، ما يجعل هذه الزيارة عملا تطبيعيا. نظم اتحاد كرة القدم الفلسطيني الأربعاء اعتصاما تضامنيا مع لاعبي غزة الستة الذين منعتهم سلطات الاحتلال من السفر مع بعثة المنتخب الفلسطيني لخوض لقاء ودي مع موريتانيا. وللتعليق على هذه الأخبار ولمصاحبتنا على مدار الحلقة يسعدني الترحيب بالدكتور إبراهيم حمامي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم، حياك الله وتقبل الله طاعتكم وكل عام وأنتم بخير. دكتور إبراهيم، نبدأ بالمشهد الفلسطيني، الأخبار خلال الأسبوع الماضي. من هذه الأخبار قرار السلطات الإسرائيلية هدم عشرات المنازل في منطقة سلفيت، وليس هذا فحسب، بل هدم مسجد جديد أيضا. طبعا الحجة معروفة عند الإسرائيليين هي عدم الترخيص، لكن أين تضع ذلك في سياق يعني الإجراءات الإسرائيلية ضد المواطنين في فلسطين المحتلة، وبالمقابل في سياق ما تقوم به من عمليات
بناء مستوطنات في الضفة الغربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هناك أكثر من زاوية ممكن أخذ الموضوع فيها. أولا قرار تجميد الاستيطان السوري الذي لم يطبق حقيقة، فالاستيطان مستمر ولم يتوقف ولا لحظة، يقابل في الجهة الأخرى عملية هدم للمنازل، ليس في سلفيت وحدها ولكن في كل مناطق الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة، لأن المعادلة بالنسبة للإسرائيلي هي زيادة عدد المستوطنين، زيادة عدد اليهود في الضفة الغربية وتقليل عدد العرب. فإن لم يكن هناك زيادة في الاستيطان سيكون هناك زيادة في تدمير المنازل وإبعاد الناس وإبعاد النواب كما ذكرتم في تقريركم وكل هذه الأمور. النتيجة النهائية أو المحصل به هو تقليل عدد المساكن العربية وزيادة مساكن المستوطنين المغتصبين في الضفة الغربية. أيضا ينظر إليها من زاوية أخرى، سلفيت أحد مناطق الضفة الغربية التي من المفترض أنها تخضع للسلطة الفلسطينية وأصبحت بلدية مستقلة سلفيت، يعني بي 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 في التغييرات الأخيرة اللي حدثت في السنوات الأخيرة لا سلطة للسلطة الفلسطينية عليها إطلاقا. الذين يتحدثون فياض وغيره عن تنمية ودولة ومشاريع وافتتاح مشاريع وسلطة وأمن وغيره لا يستطيعون وقف هدم مسجد، لا نتحدثون عن عن عن, عن المساكن، ناهيك عن المساكن، يتحدثون عن مسجد، المسجد لا يستطيع وقف هدمه، ثم يتحدثون عن دولة وسيادة وسلطة ومشاريع وإقامة بنية تحتية. إذن كل هذه خزعبلات حقيقة لا تنطلي على أحد. لو أخذنا نفس هذه الصورة وأسقطناها أيضا على باقي التقرير تبعكم اللي هو منطقة الغور التي أصبحت منطقة محرمة والتي تشمل حوالي ثلث الضفة الغربية المحتلة ومنطقة القدس الكبرى التي تحت حوالي 17 إلى 20% من الضفة الغربية المحتلة، ماذا تبقى من هذه الضفة الغربية اللي يتحدث عن دولة وعن سيادة وعن مشاريع وعن تنمية وألف مشروع وخشين في الألف مشروع التانيين؟ إذن هذه كلها أمور تعني شيء واحد، المحتل لا يريد عملية سلام ولا يريد دولة فلسطينية، والذي يتحدث عن مفاوضات أو عملية سلام أو غيرها هو يتحدث عن وهم حقيقي لا يمكن أن يحصل منه على شيء. في مسألة الإغلاق مناطق الأغوار كمعادين، يعني يبدو أن النواب أو الذين صدر بحقهم قرار الإبعاد النواب الثلاثة ووزير شؤون القدس السابق أو الأسبق، يعني ربما ظنوا أن قضيتهم ستكون يعني لمدة يوم يومين أسبوع أسبوعين، هاي الآن نحن في الشهر الثاني أو في يعني نهايات الشهر الثاني، يعني إلى متى؟ هل من أفق؟ عندما يصمت العالم ويعني يصبح أصم وأبكم ولا يتحدث إطلاقا عما يجري ولا يرى ما الذي يجري، لا يوجد نهاية لهذه القضية. الاحتلال يتصرف بأنه فوق القانون ويتصرف بأنه له سيادة مطلقة على مدينة القدس ويستطيع أن يفعل ما يشاء، يعاقب هؤلاء الأربعة الصامدين في ديارهم في أرضهم في وطنهم لأنهم دخلوا انتخابات نزيهة وفازوا بها بشهادة العالم أجمع، والعالم يصمت. حتى يعني النائبة تونغ التي طلبت من وزير رئيس الوزراء البريطاني التدخل، بريطانيا والاتحاد الأوروبي والعالم كله والأمم المتحدة لا علاقة لها بالأمر إطلاقا، لا يعنيها الأمر، لأن هذا جزء من عدم المساس بأي شيء يتعلق بإسرائيل بين قوسين لأنها فوق القانون ولا أحد يتعامل معها. يعني بقية التقرير يعني بالنسبة للقدس الاعتداء على مقبرة مأمن الله ربما سنتحدث عنها بالتفصيل. يعني كل هذه الأمور ولا يحرك العالم أي ساكن إطلاقا. لو كانت الأمر معكوس، لو كان هذا الأمر معكوس تماما كما حدث مع أسطول الحرية وسنحدث عنه، لو كانت دولة أخرى من الدول التي يعتبرها دول مارقة كإيران هي التي اعتدت على سفينة أخرى، ما الذي كان سيحدث؟ العالم لا يحرك ساكن، وبالتالي للأسف الشديد نقول أن قضية النواب نواب القدس الأربعة ربما في المستقبل المنظور لا حل لها إلا بتصعيدها من جديد وتصعيدها بشكل كبير وتبني على الأقل بعض الدول لموقفهم تماما كما حدث مع مبعدي مرج الزهور الذي اضطرت الأمم المتحدة لاتخاذ قرار به وعادوا، منهم من عاد بعد سنة من عاد بعد سنتين، لكن في النهاية أجبر الاحتلال على إعادتهم. هؤلاء يجب أن تتفعل قضيتهم دوليا عالميا في المحافل الدولية الرسمية وليس فقط في الإعلام وشعبيا. دكتور إبراهيم، يعني في خبر أيضا ربما ملفت الانتباه على الأقل للمشاهد العربي الذي لا يعرف ربما حقيقة هذا الموضوع، ألا وهو يعني إطلاق سراح سجين ميت، بمعنى إطلاق سراح جثمان لأحد الشهداء الفلسطينيين مضى على إخفاء جثته عند الإسرائيليين عشرات السنوات. نعم. يعني هناك سجناء أموات إذن عند الإسرائيليين؟ نعم، يعني يتحدث اليوم عن إطلاق سراح هذا الأسير الشهيد يعني بعد 34 سنة. يفكر الإنسان ما الذي استجنيه هذه السلطات الاحتلال المجرمة الإرهابية من إبقاء جثمان شهيد بعيدا عن أهله بعد ما استشهد؟ يعني هو ميت 34 سنة فقط لعملية الإذلال وعملية إثبات أننا نستطيع أن نفعل ما نشاء. يتحدث الآن التقرير عن 317 شهيد آخر موجودين في مقابر الأرقام لا يريدوا الاعتراف بها ولا يريدوا فتح هذه المقابر ولا إعادة الرفات إلى أهلها. حتى عندما هل هي فقط مجرد النكاية بأهلهم يعني إذلال لهم أم هناك أسباب أخرى؟ عقلية يعني استبدادية، عقلية عنصرية، عقلية مجرمة إرهابية حقيقة التي تقوم بمثل هذا العمل.
يعني حتى في أيام الجاهلية وأيام حتى الحضارات السابقة التي لم يكن هناك فيها نوع من الحضارة العصرية، كان مثلا الرسول يقتل والميت يعطى للطرف الآخر ويدفن وتقوم عليه الطقوس إلى آخره. هؤلاء يتصرفوا ببربرية وهمجية غير مسبوقة حقيقة، وأيضا لا يتحدث عنها العالم. لو كان الأمر معكوس انقلبت الدنيا ولا يوجد أي زعيم لدولة غربية لا يعرف اسم جلعاد شليط، لكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطين لا يعرف أي اسم، لا يتحرك أحد لا لشهداء أحياء ولا لشهداء أموات، ولكن يتحرك العالم كله من أجل أسير واحد كان مجرما في دباباته يسلطها على قطاع غزة وتم أسره في معركة حربية، ومع ذلك يعتبرونه بأنه مسكين وشاب وإلى آخره. هذا هو العالم الأعور الذي لا يرى إلا بعين واحدة، وهذا الذي يثبت أن الحق لا يعود إلا بالقوة والقوة فقط. دكتور إبراهيم، الاحتلال يهدم قرية العراقيب أيضا ضمن مسلسل الإجراءات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، لكن الآن في المناطق المحتلة 48 في داخل ما يسمى دولة إسرائيل، داهمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب وللمرة الثالثة تقوم بهدم منازلهم، ما السر وراء ذلك؟ هناك العشرات من البلدات والقرى التي يسمونها القرى غير المعترف بها في داخل أرضنا المحتلة عام 48، العراقيب إحدى هذه القرى، وطبعا كله يدخل في مسلسل التهويد. الآن هناك حملة شرسة، هناك هستيريا اسمها يهودية الكيان، يهودية إسرائيل هكذا يسمونها، ويريدون من الجميع الاعتراف بها حتى الفلسطينيين، وهذا يقوم على أن لا توجد منطقة عربية خالصة في داخل مناطق الاحتلال. النقب أحد هذه المناطق والقرى الغير معترف بها أغلبها موجودة في النقب، لكن أيضا إذا نظرنا إلى المدن الرئيسية الكبيرة عكا وحيفا والتي فيها تواجد فلسطيني كبير، يحاول التغلغل من خلالها والدخول فيها وإبعاد وفكفكة المجتمع الفلسطيني فيها الصامت في أرضه. المجتمعات التي لم يستطيعوا اختراقها يتحدث الآن عن تبادل سكاني، منطقة المثلث أم الفحم ضمها للضفة الغربية وضم المستوطنات فيها كثافة سكانية كبيرة، نعم يتخلصوا من 300 ألف واحد ما قدروش يخترقوهم، خلوهم مع الضفة مع السلطة نتخلص منهم. إذا هي عملية التهويد، ولكن يعني ربما لكل شيء يعني ولا تكره شيئا، يعني ربما هذه الخطوات والممارسات التي تقوم بها الاحتلال ضد أهل النقب تحديدا وخاصة بدو النقب ربما يعيد إليهم التفكير من جديد، هؤلاء الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، لأنه نحن نعرف أن البدو في فلسطين محتلة 48 هم الوحيدين من ضمن العرب الموجودين هناك والدروز معهم الذي يسمح لهم بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، والذين سقط منهم الكثير من القتلى في قطاع غزة من خلال عمليات وغيرها. نتمنى أن تكون هذه يعني بمثابة جرس إنذار أنه مهما فعلتم مهما كنتم جزء من هذا الكيان لن يعترفوا بكم كمواطنين إلا من الدرجة الثانية والثانية عشر والثانية والعشرين، لأن الهدف هو تهويد هذه الأرض وعدم وجود أي عربي عليها مهما كان. دكتور إبراهيم، الاحتلال يحول مدن 48 إلى ثكنات عسكرية، أمر يبدو أنه جديد، يعني أن هناك تدريبات عسكرية في مناطق 48 وذلك للشبه بينها وبين القرى الفلسطينية، هل ينذر ذلك حقيقة بإمكانية حرب قريبا في المنطقة؟ هو ليس شبه، هي قرى فلسطينية وبلدات فلسطينية شاء أم أبو، يعني هي أصلا فلسطينية يعني ضاربة في التاريخ وجذورها ضاربة في الأرض. طبعا هناك حرب مقبلة، لا أعتقد أن أي شخص يحلل ما يجري الآن في المنطقة يشكك للحظة أن الحرب قادمة، السؤال هو متى، ليس إن كانت ستقوم هذه الحرب، والسؤال متى. لأن الاحتلال تعرض إلى ضربات كثيرة جدا في الفترة الأخيرة، الهزيمة تكررت في التقارير الداخلية لهم كثيرا، لم يستطيعوا إعلان النصر، لم يحققوا أي مهدافهم السياسية، هم في ورطة سياسية أصلا حتى داخليا على المستوى السياسي التركيب السياسي، أي انتخابات قادمة في داخل الكيان لن تشهد ربما أغلبية ولا حتى ائتلاف بالشكل الموجود الآن، حتى ائتلاف يميني. المخرج بالنسبة لهم هو حرب، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة وجنوب لبنان، لأن الانتظار أكثر يعني أن زيادة تسليح هذه القوى الموجودة، القوى المقاومة الموجودة في هذه المناطق، الحصول على ربما أسلحة أخرى تشكل نوع من الردع، استعداد التجهيز النفسي التعبئة إلى آخره. فالأمر بالنسبة لهم محير حقيقة، إن قاموا بحرب الآن ربما هم ليسوا على استعداد لها، وإن تركوها لفترة أطول ستكون هذه القوى المقاومة في حال استعداد أكثر وتم تسليحها بشكل أكبر. السؤال هو متى تقوم هذه الحرب، متى يقوم العدوان الجديد، ليست حرب واعتداء في التقارير الداخلية لهم كثيرا، لم يستطيعوا إعلان النصر، لم يحققوا أي مهدافهم السياسية، هم في ورطة سياسية أصلا حتى داخليا على المستوى السياسي التركيب السياسي، أي انتخابات قادمة في داخل الكيان لن تشهد ربما أغلبية ولا حتى ائتلاف بالشكل الموجود الآن، حتى ائتلاف يميني. المخرج بالنسبة لهم هو حرب، خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة وجنوب لبنان، لأن الانتظار أكثر يعني أن زيادة تسليح هذه القوى الموجودة، القوى المقاومة الموجودة في هذه المناطق، الحصول على ربما أسلحة أخرى تشكل نوع من الردع، استعداد التجهيز النفسي التعبئة إلى آخره. فالأمر بالنسبة لهم محير حقيقة، إن قاموا بحرب الآن
ربما هم ليسوا على استعداد لها، وإن تركوها لفترة أطول ستكون هذه قوى المقاومة في حال استعداد أكثر وتم تسليحها بشكل أكبر. السؤال هو متى تقوم هذه الحرب؟ متى يقوم العدوان الجديد؟ ليست حرب، هو اعتداء جديد من قبل الاحتلال الذي لا يستطيع أن يعيش فترة سنوات دون حرب. لو مشينا من 48 لحتى اليوم، كل كم سنة لابد أن يقوم بحرب. 48 56 67 73 82 ومن 82 حتى اليوم كل 3 4 سنوات في حرب، يعني لم يتوقفوا إطلاقا. طبعا وفي النص الاعتداءات لا تتوقف، لكن نتحدث عن حروب كبيرة واعتداءات كبيرة. لا يستطيع هذا الكيان العيش دون أن يمارس همجيته وبربريته وعدوانه المستمر، لأن هذه الطريقة التي يستطيع بها توحيد مجتمع المفكك أصلا. دكتور إبراهيم، الوقت يداهمني، لكن أريد منك التعليق على مسألة اللي هو التناقض في الفتاوى بين المفتين فيما يتعلق بزيارة القدس من قبل العرب والمسلمين، وسواء كان في الغرب أو في الدول العربية والإسلامية. لكن مؤخرا كما ورد في الخبر، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري يستثني المقيمين في الغرب ويقول أن بقية المسلمين والعرب يعني ليس من المناسب أن يأتوا إلى الصلاة في المسجد الأقصى، لأنه هذا يعتبر شيء من التطبيع. ما هو الموقف؟ يعني هو لا يوجد خلاف في الفتاوى، هو هناك شذوذ للقاعدة. القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها معظم الأئمة والعلماء الكبار الأجلاء هو بتحريم، ليس فقط بمنع أو عدم النصح فيها، وتحريم هذه الزيارة لأنها نوع من التطبيع والاعتراف بالاحتلال. لم يشذ عن هذه القاعدة إلا شخصين على حسب علمي، ولا أعتقد أنه أي شخص آخر يستطيع أن يقول أي اسم آخر. مفتي الديار المصرية زقزوق الذي قال أنه ينتظر التأشيرة الإسرائيلية لزيارة الأرض المقدسة، وهذا له طبعا أسبابه لأنه معين من قبل الدولة، ومصر تحاول بقدر الإمكان أن ترضي الاحتلال النظام المصري طبعا، هذا موضوع آخر. والشخص الآخر الذي لا علاقة له بهذه الأمور ولا نستطيع أن نقول أنها فتوى، لأنه ليس بدرجة عالم ولا شيخ ولا إمام ولا غيره، بل هو معين تعيين من محمود عباس، وهو محمود الهباش وزير الأوقاف في حكومة فياض اللاشرعية، الذي يستميت من أجل هذه الزيارة، هو ورئيسه الذي عينه يستميت بشكل كبير. لا أدري حقيقة لماذا يصر أنه لابد من هذه الزيارة، رغم أنه كل العلماء، الشيخ يوسف القرضاوي لا يمثل نفسه، يمثل هيئة علماء المسلمين في العالم أجمع التي تضم عشرات العلماء، ومع ذلك يتهجم عليه ويصر على هذه الزيارة. لكن هو الوزير في السلطة يعني يؤكد أن ذلك ربما يكون فيه مصلحة اقتصادية، تعريف بمعاناة الفلسطينيين وشيء من هذا القبيل. كلام فارغ 100% لسبب بسيط، أن الذي يذهب ليست هي التأشيرة فقط، كل ما ستصرف الصب في صالح الاحتلال. كيف ستدعم المقدسي؟ ستدعم المقدسي، لو أردت أن تدعم المقدسي ادعمه ماديا. هل السلطة التي لا توجد ميزانية لها للقدس فيها، والتي كانت سبب في استقالة حاتم عبد القادر؟ موضوع كبير هذا. لا 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 لحظة، لا يوجد أي فائدة اقتصادية، لأنه كله سيصب في صالح الاحتلال. الأموال التي ستدفعها، الأماكن التي ستقيم فيها، المقدسي ما الذي سيستفيده المقدسي؟ المقدسي لا يملك أي شيء ليقدمه لهذا الزائر العربي أو المسلم. أخيرا دكتور إبراهيم، إسرائيل تمنع اللاعبين لاعبي كرة القدم في اتحاد كرة القدم الفلسطيني من الخروج عبر المعابر الإسرائيلية بين قوسين، يعني أين التنسيق والمنسقين من السلطة الفلسطينية الذين هم على رأس الاتحاد ربما بعضهم؟ يعني جزء كبير جدا من شعبنا الفلسطيني هو في معتقل وسجن كبير اسمه قطاع غزة، يمنع من الخروج والدخول، ليس فقط اللاعبين. وحقيقة التنسيق فقط يتم لناس معينين، لو في مجلس ثوري بده يجتمع في بيت لحم ولا في لجنة مركزية بده يجتمع، بيسمحوا لهم يطلعوا. أما غير هيك أي شيء له علاقة بفلسطين وثار فلسطين لا يسمح له بهذا الأمر. وحقيقة لا أستغرب أنه ربما السلطة لم ترد لهم أن يخرجوا، لكن قالت أن نطلعهم، إسرائيل رفضت، لكن مش مشكلة، عوضوها. حسب التقرير جبلي رجوب هرب 3 من الأردن ليروح على موريتانيا يلعبوا في الفريق. دكتور إبراهيم أشكرك، أرجو أن تبقى معنا. إذا المشاهدين الكرام، ننتقل الآن إلى فقرة خبر وتعليق، ونتوقف فيها عند إقرار محكمة الصلح الإسرائيلية هدم القبور الإسلامية في مقبرة مأمن الله التاريخية في مدينة القدس لصالح إقامة ما يسمى متحف التسامح وبناء دوائر حكومية في مكانها، حيث أكدت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي أزالت الاثنين الماضي 200 قبر من مقبرة مأمن الله التاريخية التي تضم رفات العديد من الصحابة والعلماء، ليصل عدد القبور المهدمة حتى الآن إلى 350 قبرا. وتجري عملية الهدم بهدف التحضير لبناء ما يسمى متحف التسامح في موقع المقبرة. وقالت المؤسسة إن سلطات الاحتلال تخطط لبناء مجمع للمحاكم الإسرائيلية على جزء آخر من مقبرة مأمن الله، فيما أعلن الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية أن قواته ستواصل هدم عدد آخر من القبور قد يصل إلى 150 قبرا إضافيا، وهو ما يرفع عدد القبور المهدمة إلى 500 قبر.
وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا عبر الهاتف الدكتور حسن خاطر، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات من القدس. مرحبا بك دكتور حسن، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم، كل عام وأنتم بخير وجميع المسلمين في العالم. دكتور حسن، لماذا الاعتداء على هذه المقبرة رغم أنها مسجلة لدى اليونسكو ويفترض أنها محمية بالقانون الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لماذا الاعتداء؟ هو الجواب بنفس المبرر الذي تعتدي فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على كل شبر في الأرض الفلسطينية وفي مدينة القدس. الاحتلال يبدو أنه ليس بحاجة لتبرير ولا يقف عند أي حدود دولية أو قانونية أو ما شابه، منطقه معروف هو منطق القوة، والتواطؤ الدولي أيضا يعني هو الذي يثير أكثر من علامة استفهام أن هذه الأماكن التي هي يعني واضحة المعالم، هويتها واضحة، يعني يسكت على تدميرها بكل هذه البساطة، في حين أن المساس كما تعلمون بأحد أصنام بوذا في أفغانستان في فترة سابقة أقام الدنيا ولم يقعدها، ولكن يبدو أن ما يتعلق بالمسلمين ليس له قيمة كبيرة وليس لديه بواكي في هذا العالم. سلطات الاحتلال قررت أن تزيل هذه المقبرة بأكملها، وهذه المقبرة كما تعلمون لها موقع استراتيجي، هي تقع في وسط مدينة القدس تقريبا، مساحتها كبيرة، تم تحويل قسم منها إلى شوارع وحدائق، واليوم يريدوا أن يقيموا عليها متحف التسامح، وهذا من يعني من المهازل التي يجسدها الاحتلال فوق هذه الأرض، أن يقيم متحفا للتسامح فوق أنقاض يعني الشهداء والعلماء والموتى وفوق وعلى حساب كل القبور والمعالم الموجودة في هذه المدينة. لذلك دكتور حسن، يعني لو سمحت هنا أرجو التوضيح، يعني أنت قلت أنها تقع في قلب المدينة، يعني هي أين تقع بالنسبة للمسجد الأقصى؟ ثم يعني أليست هذه المقبرة هي يعني مسجلة ضمن أوقاف إسلامية وفيها طابو أو كوشان كما يقال؟ يعني هي بالنسبة هي خارج أسوار البلدة القديمة إلى الغرب من البلدة القديمة، لكن في قلب مدينة القدس اليوم عندما تنظر إليها كقدس بجزئها الشرقي والغربي تقريبا تقع هذه المقبرة في وسط المدينة في قلب المدينة. أما بالنسبة للكوشان والطابو، هي كل الأراضي الفلسطينية أو معظمها التي يتم الاعتداء عليها هي مسجلة وهي لها أصحاب ولها يعني وهي أرض معروفة فيها مواقع تاريخية وأثرية، ولكن الاحتلال كما قلنا لا يكترث كثيرا أو قليلا بهذه المسائل ويمضي دائما في تنفيذ مخططاته. لذلك العبرة هنا ليست في الأوراق المسجلة، لأن القبور هي وثائق يعني عمرها مئات السنين، وما تم تجديده وترميمه من قبل يعني مؤسسة الأقصى هو جزء يسير من هذه المقبرة التي في مرة واحدة دفن فيها ما يقرب من 70,000 عندما كانت الحملات الصليبية على القدس وقتل جميع سكان مدينة القدس في حينها والقرى المجاورة الذين لجأوا إلى يعني البلدة القديمة والمسجد الأقصى، كل هؤلاء دفنوا في هذا المكان في مقبرة مأمن الله، ودفنهم 3,000 من يعني أهل القدس، وعندما أتموا دفنهم قتلوا أيضا ودفنوا فوقهم. هذه دفعة واحدة من أولئك الشهداء، 70,000 شهيد يعني يدفنوا في هذه المقبرة، وبالتالي هي تضم في تقديرنا مئات الآلاف من الشهداء، مئات الآلاف من الشهداء والعلماء والصحابة، وقيمتها كبيرة بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لتاريخ المدينة المقدسة. طيب كما قلنا يعني ليس للاحتلال أي يعني قوانين تحكمه ولا أي ضوابط ولا أي اعتبار لأي قيمة تاريخية أو حضارية. طيب على الإطلاق، إذا كان الاحتلال ليس له أي ضوابط ولا يعني يعير اهتمام بكل هذه المسائل القانونية، أين الجهات القانونية التي من المفترض دوليا أن ترعى مثل هذه الأماكن التاريخية التراثية؟ مثلا اليونسكو كما قلنا في البداية، يعني هل من دور لها؟ هل يمكن أن تقوموا أنتم مثلا في القدس المؤسسات ذات الشأن والعلاقة برفع شكوى اليونسكو لعله يتدخل ويمنع مثل هذه الجرائم بحق الموتى والقبور؟ يعني اليونسكو في تقديري هي تتابع التفاصيل، ولكن اليونسكو أصبحت أو تحولت في الفترات الأخيرة إلى ما يشبه شاهد الزور فيما يتعلق بالمدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية عموما، يعني تحولت إلى مؤسسة تعمل في مسائل الثقافة وما شابه على هامش رسالتها ودورها الحقيقي في حماية الهوية وحماية المواقع التاريخية والتي تعمل عليها على مستوى العالم. في القدس هي تحولت إلى يعني تدعم ترميم المخطوطات وتدعم بعض الأمور البسيطة
وكأنها نوع من يعني الهروب من المسؤوليات الحقيقية التي تتعلق بحماية مثل هذه المواقع الكبيرة والخطيرة، والتي تعتبر مدينة القدس بأكملها وليس فقط المقبرة واحدة من هذه الأماكن الأكثر يعني أهمية على مستوى التاريخ والأكثر تهديدا بالإزالة وبالطمس وبالتزوير والتغيير. نعم. فلذلك دور اليونسكو دور يعني في تقديرنا غير بريء وغير مبرر، وموقفها ومواقفها ومسؤولياتها يعني لا تقوم بها بأي شكل من الأشكال، وكما يجب أن تقوم كمؤسسة دولية، وتكتفي كما قلنا بالأمور التي لا قيمة لها إذا ما قرنت بأهمية هذه المواقع الكبيرة والخطيرة التي تدمر وتطمس. طيب. على مر العالم. دكتور خاطر، يعني إذا كان اليونسكو دورها غير بريء وغير مبرر، فماذا عن دور الدول العربية والإسلامية، سواء كان شعوب، حكومات، منظمات؟ يعني أليس من يعني خطة مثلا لدى هذه الدول من تحرك، من شكوى، من تقديم تقرير للجهات المعنية دوليا؟ يعني أين هي الدول العربية والإسلامية مثل هذه الإجراءات ضد القدس وأهل القدس وموتى القدس ومقابر القدس؟ يعني أيضا هذا سؤال يعني هو سؤال مهم جدا، ولكن أيضا الإجابة عليه يعني للأسف أن الدول العربية لا تقوم بمسؤولياتها، ربما باستثناء بعض الدول حتى لا نظلمها، وهذه حقيقة، المغرب، الأردن، بعض الدول التي لها يعني دور يعني متواضع إلى حد ما في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه أو حماية ما يمكن حمايته بإمكانيات متواضعة، باستثناء ذلك الدول العربية يعني لا تستثمر إمكانياتها الحقيقية في نصرة القدس والمقدسات وفي حماية هذه الأماكن والمواقع، وفي تقديرنا بإمكانها ذلك لو أرادت. دكتور، المسألة مرتبطة بإرادة سياسية وبموقف سياسي من القيادات. نعم. العربية، وبإمكانها ذلك إن أرادت، وما زال في الوقت متسع لمثل هذه المواقف، خصوصا على مستوى حماية المسجد الأقصى، حماية المقدسات البارزة في المدينة، إلى أن يتم يعني تغيير هذا الواقع، ونحن نؤمن أن مدينة القدس ستتحرر في نهاية المطاف بإذن الله. إن شاء الله. دكتور حسن خاطر، أرجو المعذرة على المقاطعة، الوقت داهمني. شكرا لك دكتور حسن خاطر، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات من مدينة القدس. والآن مشاهدينا الكرام، نخرج لفاصل قصير، نعود بعده للنقاش حول قضية الأسبوع التي نتناول فيها الجهود الدولية للتحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية نهاية شهر مايو أيار الماضي، ونناقش فيها حقيقة الخلاف الإسرائيلي الذي ظهر خلال تحقيقات لجنة تيركل الإسرائيلية الداخلية. ونذكركم أيضا أننا سنستقبل بعد ذلك مداخلاتكم وتعليقاتكم على كل ما ورد في الحلقة، وذلك عبر الهاتف الذي سيظهر تباعا على الشاشة، فأرجو التفضل بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مع قضية الأسبوع التي نتناول فيها جهود التحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على سفن كسر الحصار، والخطوات الإسرائيلية الاستباقية للتأثير على نتائجها وإفراغها من مضمونها، كما نناقش فيها حقيقة الخلاف الإسرائيلي الذي ظهر خلال تحقيقات لجنة تيركل الإسرائيلية الداخلية. وقبل البدء في النقاش، دعونا نشاهد معا هذا التقرير. لدينا قيادة سياسية جبانة تتهرب من تحمل المسؤولية، هكذا صرح الجنرال جيورا آيلاند، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، رئيس لجنة التحقيق العسكرية بالهجوم على أسطول الحرية، تعليقا على ما اعتبره تهرب المستوى السياسي من المسؤولية عن الفشل الذريع للهجوم على حد قوله. فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حمل في شهادته أمام لجنة تيركل وزير الدفاع هود باراك المسؤولية الكاملة عن فشل العملية التي أدت إلى استشهاد 9 مدنيين أتراك، مؤكدا أن باراك كان المسؤول الوحيد عن تنفيذ قرار منع أسطول الحرية من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة. The commission to examine the maritime incident of 31 May 2000.
شهادة نتنياهو أمام اللجنة عرضته لهجوم سياسي وإعلامي كاسح واتهامات بالتهرب من المسؤولية والتخلي عن دوره بقيادة البلاد والاختفاء وراء الجيش وأعضاء الحكومة. الاتهامات التي تعرض لها نتنياهو دفعته لإصدار بيان توضيحي أكد فيه أن المسؤولية عن قرارات الحكومة تقع على كاهله سواء تواجد في البلاد أو خارجها، وهذا ما ينطبق على حادثة أسطول الحرية حسب نص البيان الذي قال مراقبون إنه يهدف للتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو. التهرب من المسؤولية لم يقتصر على نتنياهو، إذ تبعه في ذلك وزير الدفاع هود باراك الذي نقل بدوره مسؤولية فشل العملية إلى قيادة الجيش باعتبارها الجهة المسؤولة عن سير العملية وطريقة تنفيذها، مكتفيا باعترافه بالمسؤولية عن اتخاذ القرار بالهجوم الذي أكد أنه قرار صحيح وفق المعلومات التي قدمها الجيش للحكومة المصغرة. أما رئيس أركان الجيش جابي أشكينازي وخلافا لقادته السياسيين أقر بمسؤوليته عن الهجوم بصفته قائدا للجيش، مؤكدا افتخاره بالجنود الذين تصرفوا بشكل مميز في ظروف تعرضت حياتهم فيها للخطر حسب قوله. لجنة تيركل لتقصي الحقائق حول الهجوم على أسطول الحرية أظهرت خلافا حادا بين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، لكن هذا الخلاف يحمل في طياته على ما يبدو إقرارا بفشل الهجوم الذي وضع إسرائيل في مواجهة العالم. ولمناقشة هذه القضية يسعدني أن أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو الدكتور إبراهيم حمامي الكاتب والمحلل السياسي، كما سيكون معنا عبر الهاتف عدد من الضيوف. دكتور إبراهيم، إذا نحن الآن لسنا فقط أمام لجنة تيركل الإسرائيلية الداخلية، لجنة تقصي الحقائق الإسرائيلية، إنما هناك لجان أخرى ولجان وصل عددها حتى الآن في مزاد اللجان إلى 4 لجان. هناك لجنة أممية، هناك لجنة مجلس حقوق الإنسان، هناك لجنة إسرائيلية، هناك لجنة تركية. يعني لماذا ولا يؤدي ذلك إلى تشتيت الجهود وربما ضياع الحق، ضياع الطاسة كما يقال؟ للأسف الشديد ربما أكون متشائم في هذا الأمر، ضاعت الطاسة أوريدي. يعني بمعنى أن هذه اللجان، لو رأينا طبعا لجنة ترك اللي شكلها الاحتلال لا قيمة لها، هي مسرحية، وكأننا نريد من القاتل أن يحقق في جريمته. يعني لا يوجد في التاريخ كله ولا حتى في القانون الجنائي ولا القضائي ولا غيره أن واحد بيرتكب جريمة ثم يحقق في هذه الجريمة بنفسه. ما صارتش قبل هيك يعني، ومشكك فيها. وطبعا هم شغالين يعني حتى موضوع الخلاف الداخلي هو موضوع طريقة دواخين يلمونها. رئيس الحكومة بيتهم وزير الدفاع، وزير الدفاع بيتهم الجيش أو بيحمل مسؤولية الجيش، والجيش بيقول لك أنا بتحمل، وكل واحد بيتهم الثاني وبرجع بيقول لك أنا المسؤول بصفتي كذا، وبتضيع الطاسة عندهم داخليا وانتهينا وعملنا اللي علينا. اللجان الأخرى، اللجان طبعا تركيا لها مصلحة في ذلك، لأن الذين استشهدوا هم مواطنين أتراك، وتركيا تصر حتى هذه اللحظة على لجنة تحقيق وعلى محاسبة ومعاقبة واعتذار، ولكن هل ستحصل على ذلك الأمر أم لا؟ الله أعلم. اللجان الأممية الأخرى حقوق الإنسان سيحقق في الأمر ويصدر تقرير، هذا حد الموضوع. اللجنة الأممية اللي شكلت مؤخرا من 4 أعضاء، أيضا الملفت للانتباه أنه باستثناء العضو التركي، وتركيا أبدت تحفظها عليها وكثيرين أبدوا تحفظ عليها، لكن في الأخير قبلتها لجنة أممية، شوف في عضو تركي لكن قبلتها على أساس أنها تكون مراقب. هناك عضو إسرائيلي يعني، وهذه سابقة جديدة. يعني هل كان من الممكن أن تكون لجنة تحقيق مثلا في أسلحة دمار الشام في العراق يكون فيها واحد عراقي؟ هل من الممكن لجنة تحقيق في كوريا الشمالية مثلا يكون في واحد من كوريا الشمالية؟ لم يحدث ذلك قبلا، ولكن استرضاء للاحتلال دخل واحد إسرائيلي اللي هو جوزيف سيتشانوف. ايضا الاثنين التانيين، الرئيس ونائب الرئيس، الاثنين معروف بعلاقاتهم المميزه وانحيازهم الكامل للاحتلال، سواء كان حتى رئيس اللجنه، حتى رئيس اللجنه، رئيس الوزراء النيوزيلندي الاسبق والرئيس الكولومبي الاسبق، معروفين اصلا مواقفهم السياسيه لصالح الاحتلال، وهذا ابدى عليه كثير التحفظ هذا الامر. الاهم من ذلك والذي صدر اليوم عن الامين العام للامم المتحده، والذي يؤكد ما سبق ان قاله ليبرمان وباراك واشكنازي وغيرهم، بان كي مون اليوم مصرح، والذي نشر هذا التصريح في دعوه الاحرانوت العبريه التي يقول فيها ليس من صلاحية اللجنة استجواب أي إسرائيلي سواء كان سياسي أو عسكري، وهذا هنا يعني أمر خطير جدا، وكأن هناك صفقة عقدت حتى تقبل إسرائيل بهذه اللجنة، كما تحدث باراك أنه لن يقبل لأي من جنوده أن يتم استجوابه. هذا تمام عنه اليوم بان كي مون في تصريح قال أنا ليس من صلاحيتها استجواب أي إسرائيلي لا سياسي ولا عسكري،
ولجنة التحقيق هذه ربما هي ليست لجنة تحقيق كما ذكر أحد الإخوة الأفاضل قبل أن أدخل إلى الاستوديو اليوم، ذكرني بأنها هي لجنة فحص، بمعنى أن مصالحيتها فقط كيف يتم تجنب مثل هذا الحادث في المستقبل. لن يتم هناك لا إدانة ولا تحقيق حقيقي ولا تحميل مسؤولية. ربما نتحدث بشيء من التفصيل، لكن اسمح لي أشرك معي برهوم جرايسي الكاتب والصحفي من الناصرة. سيد برهوم، ما جرى من تلاوم بين الأوساط المختلفة الإسرائيلية السياسية والعسكرية، هل في نظرك وأنت الخبير في الشأن الداخلي الإسرائيلي، هل يشير إلى خلاف حقيقي أم أنها مجرد عملية تبادل أدوار؟ بداية مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. قبل الحديث يعني اسمح لي أن أصحح معلومة، لربما أن بالترجمة أو شيء ما لم يظهر على حقيقتي بالنسبة للخبر عن بان كي مون في صحيفة تجارة حرنوت. أنا كما قرأت الخبر يتحدث عن بالعكس تماما، وهذا ما أثار حفيظة إسرائيل وهددت بالانسحاب من لجنة الأمم المتحدة بغض النظر عن شكل هذه اللجنة وجديتها. أما بالنسبة لما يجري في إسرائيل، فأنا باعتقادي أن هناك مبالغة كبيرة في إظهار نتنياهو وباراك كأنهما في حرج، باعتقاد وهناك دلائل تؤكد أننا أمام مسرحية إسرائيلية مفتعلة من بدايتها حتى نهايتها. هذه لجنة فحص، والفرق حسب القانون الإسرائيلي بين لجنة فحص ولجنة تحقيق أن لجنة الفحص قراراتها وتوصياتها ليست ملزمة للحكومة، هذا أولا. ثانيا، كتاب التكليف للجنة لا يتعلق بالجريمة بحد ذاتها، وإنما يعني طلب منها معرفة مدى تلاؤم أو مدى ملائمة الحصار الإجرامي على قطاع غزة مع القانون الدولي، ومدى ملائمة يعني بنهاية الأمر المطلوب من اللجنة أن تصيغ بيانا يبرر الجريمة المجزرة دوليا ووفق القانون الدولي، بالطبع وفق المفاهيم الإسرائيلية و أربابها في العالم. لهذا أنا أؤكد أن نتنياهو ليس إنسانا ساذجا، بل هو تعمد أن يقف بالبث المباشر ويلقي خطابا يستفز به بعض الجهات كي تنتقده وتصور عاصفة في إسرائيل. الهدف من كل هذا أن يظهر أمام العالم وكأن هناك تحقيق جدي وغضب وانتقادات، وهو في وضع يعني مأساوي جدا، وكذا بالنسبة لوزير الحرب مجرم الحرب أهود براك، بمعنى أننا أمام مسرحية تم التخطيط لها بدقة. وليس صدفة أن هذه الإفادة تم بثها بالبث الحي والمباشر، هذا مثلا لم نراه في لجنة فينغراد التي حفظت في مجريات الحرب على لبنان، بمعنى أن هناك رسائل معينة تريد أن تبثها في إسرائيل، ولا يوجد أي تحقيق جدي ولا يوجد أي حرج في إسرائيل. قضية تبادل الاتهامات وتنقيل المسؤوليات أيضا لا يمس بالجوهر الذي نبحث عنه. طيب، علينا أن نسمع بدقة ما قالوه ونقرأ ما بين الأسطر، وبشكل خاص ما قاله أشكينازي ولاقى دعما من كافة الأوساط السياسية التي تدور في فلك مؤسسة الحكم في إسرائيل، عبر عن اعتزازه بمجرميه وبالمجرم، يعني واعترف بخطأ واحد وقال كان علينا أن نقتل قبل أن ننفذ عملية الإنزال. نعم. طيب سيد برهوم، لكن يعني خلينا نتحدث عن حقيقة الخلاف مرة أخرى. أنت تقول أنه هي عبارة عن تمثيلية ومسرحية، لكن الذي ظهر في الإعلام يعني أن هناك انتقادات وجهت من قبل يعني نتنياهو إلى باراك، أو تحميل للمسؤولية لباراك بشكل مباشر. باراك يعني تحمل مسؤولية القرار السياسي، لكنه لم يتحمل مسؤولية التنفيذ وألقاها على الأشكنازي. يعني هناك المجتمع الإسرائيلي لمس، والإعلام الإسرائيلي والمثقف الإسرائيلي لمس أن هناك في شيء من الخلاف أو في شيء من التهرب من المسؤولية. يعني كيف تصف تصف انطباعات المجتمع الإسرائيلي عن قيادته في هذه التحقيقات أو في هذا التقصي للحقيقة؟ من الواضح أن ما نقرأ هناك عاصفة من الغضب وحملة انتقادات، ولكن أنا ليس من أنصار نظرية المؤامرة، ولكن هناك دلائل ومستمسكات.
بمعنى أنه منذ ثلاثة أيام أربعة أيام هناك حملة شديدة اللهجة ضد نتنياهو، نتنياهو لم يندس لبنت شفا ردا على أي من هذه الانتقادات، بمعنى أنه هو استدعى هذه الانتقادات، هو يريد غضبا عليه من الشارع كي يظهر أمام الأسرة أمام الحلبة الدولية وكأنه في حرج وكأنما يجري هناك يعني عملية تحقيق جدية. هذا أولا. ثانيا يعني لنقرأ أي مسؤولية تقاذفوه، بمعنى هو قال أن اللجنة الوزارية السباعية اتخذت القرار ولم ينفي ذلك، ولكن قال أن تفاصيل الموضوع عند بارك العملية لدى هود بارك بصفته وزير الحرب، وجاء وزير الحرب وقال أنا أتحمل المسؤولية العامة، ولكن يعني من هو مسؤول عن التفاصيل الدقيقة في العملية هو جابر أشكنازي. أنا باعتقادي حسب المنطق القانوني وفق يعني آلية الحكم وتوزيع الصلاحيات بالمنطق الطبيعي لم يخطئ أي من الثلاثة، بمعنى أن الثلاثة لم يتكلموا عن الجوهر ولم يعني يعترضوا على المجزرة، على العكس تماما هم برروا. هناك يعني علينا أن لا ننسى أن هناك القسم الأكبر من الإفادة هو قيد السرية، يتم في الغرف المغلقة وليس معلنا. طيب. أنا باعتقادي مرة أخرى علينا أن نقرأ الصورة عن بعد، وعلينا أن لا نتأثر كثيرا من الإعلام الإسرائيلي الذي نقطة يعني فتح صفحات رهيبة جدا للانتقاد، وليس غريبا أن لا أهود براك ولا نتنياهو لم يخرج هذا الإعلام للدفاع عن أنفسهما، بل أنا أؤكد مرة ثانية أنهما معنيان بهذا الهجوم. طيب إذا النقطة واضحة سيد برهوم جرايسي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. كان معنا إبراهيم جرايسي الكاتب والصحفي من الناصر. دكتور إبراهيم، يعني إذن لماذا شكلت إسرائيل هذه اللجنة لجنة التحقيق؟ أصبح واضحا يعني من خلال تحليل إبراهيم ومعرفته أو برهوم وما قاله في, في, في هذه المداخلة، لكن يبقى السؤال يعني هل إسرائيل قصدت بذلك يعني خطوة استباقية لإفشال الجهد الأممي على اعتبار أن هناك جهد أممي، أم أن ما تقوم به إسرائيل هو من متطلبات اللجنة الدولية، بمعنى مطلوب من إسرائيل تعمل تحقيق داخلي ومن تركيا تعمل تحقيق داخلي وتيجي اللجنة الأممية تقول إنه هذا يعني تقول رأيها في التقريرين؟ ربما هو كذلك، خاصة اعتبرنا أن اللجنة ستصدر تقريرها، اللجنة الأممية ستصدر تقريرها في 15 من الشهر القادم، شهر سبتمبر أيلول. نعم. يعني خلال شهر تكون حققت وخلصت، فلا يمكن أن تروح تجيب شهود تستدعي شهود وتقعد معاهم وتخلص في شهر إلا إذا كان ستعتمد على التحقيقات الداخلية. يعني ما تفضل به السيد برهوم مهم جدا، انه الاحتلال الان يحاول اظهار ان هناك نوع من الخلاف السياسي الداخلي، بمعنى انه نتنياهو سيقف امام العالم اوباما وغيره يقول له احنا عندنا مشكله داخليه ما تزيدوش علينا، خلصونا من المشكله هذه، ستنهار الحكومه، حنطلع من انتخابات مبكره، حتعطل عمليه المفاوضات المباشره يمكن تنطلق الاسبوع الجاي. اذا سياسيين هم يكسبوا من هذا الامر من خلال الضجه المفتعله. ايضا نقطه اخرى مهمه، انه صوره الجيش الاسرائيلي اهتزت بشكل كبير جدا امام العالم، خاصه صور الجنود الاسرائيليين هم اللي بيبكي واللي عملها تحته والى اخره، ولابد من تحسين صوت الجيش. الذي حسن صوت الجيش في وجهه نظرهم هو جابي اشكنازي، اللي شكله اصلا ربنا سبحانه وتعالى خلقه هيك شكله مجرم، وزي ما كانت تقول ستي بيقطع الخميره من البيت، عندما يتحدث انه فخور بجنوده وان الخطا الوحيد الذي ارتكبوه انهم لم يطلقوا الرصاص بشكل مبكر، انه تاخروا في اطلاق الرصاص، بمعنى انه هو وبالتالي يوصي بانه يكون في قناصين. لا يعني الجيش يعني يعترف ما عندوش مشكله، اشكنازي الكل بيتهرب الا الجيش اللي واقف صامد وقدام الناس، يعني الصوره السياسيه باهته والكل بيحمل المسؤوليه، لكن الجيش بطل وشجاع وبيحمل مسؤوليه وفخور باللي صار، وهذا الخطا الوحيد واللي عملناه صح، وهذا يفرغ هذه اللجنه من مضمونها الذي يحقق في الجريمه التي ارتكبت الى من الذي اتخذ القرار والقرار كان صحيح ولا لا. هذا الذي يريدون ان يصلوا في نتيجه واحده، انه القرار كان صحيح وان تاخرنا من فرمه الرصاص من قبل ودفاع عن النفس، هم جايين بسلاح مدجج، وشوف اسم اللجنه في المياه الدوليه ماري تايم، يعني كانوا ما لناش علاقه فيه. هذا الذي يريدونه سياسيا امام العالم وداخليا تحسين صوت الجيش الذي اهتزت بشكل كبير، والذي اثبتت ان هذا الجندي المدجج بالسلاح هو يعني نمر من ورق يستطيع شخص اعزل ان يقضي عليه. واضح. الان ينضم الينا عبر الهاتف السيد عمر قرقماز الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. سيد عمر مرحبا بك معنا وكل عام وانتم بخير. كل عام انتم بخير ان شاء الله. سيد عمر، يعني البعض يقول ان الهدف من اللجنه الامميه هو إصلاح العلاقات التي اهتزت، العلاقات الإسرائيلية التركية التي اهتزت، يعني هي مسألة شكلية أكثر منها مسألة
جدية في جلب الجنات إلى المحاكم الدولية أو إلى معاقبتهم، ما رأيك في ذلك؟ يعني مهما كان ذلك، لكن الآن إلى الآن إسرائيل لم يجرم دوليا بشكل واضح مع كل اللجان المتشكلة هنا وهناك، لذلك لا أظن أن تركيا سوف تتنازل عن موقفها الذي أعلنه من البداية. وإن تنازلت تركيا كدولة تركية، هناك مؤسسات دولية غير حكومية مثل هيئة الإغاثة الإنسانية إيهاها ومؤسسات أخرى في الدول الغربية سوف يرفعون القضية في محاكم دولية وسيتابعون الموضوع، لأن هناك قتلى، هناك جرحى في هذا الموضوع. لكن سيد عمر، أيضا يعني الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كأنه أشار بشكل أو بآخر إلى مثل هذا الأمر، حيث يعني نقل عنه أنه قال لا يهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، يعني هذه اللجنة لا تهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية، بل ستتحرى وتتبين الحقائق والملابسات وسياق الأحداث، مما يعني أن هناك توافق ربما تركي مع الأمم المتحدة مع إسرائيل على نتيجة هذا التحقيق. يعني كما تعرفون هناك بعض المحاكم دول في دول أوروبية قد حذروا بعض المسؤولين الإسرائيليين أن يدخلوا في بلدانهم إذا حصل هذه النتيجة، حتى في أمم المتحدة على أساس أن إسرائيل ارتكبت جريمة، يعني هذا سوف يشكل مشكلة كبيرة جدا للمسؤولين في إسرائيل، ربما سوف يحذر دخولهم في بعض البلدان الأوروبية، لأن الآن في أكثر من دولة رفعت قضية ضد هؤلاء الحكام في إسرائيل. طب وماذا عن تركيا؟ هل يمكن أن يتطور الأمر لكي تصدر تركيا مثلا أمرا بمنع هؤلاء القادة الإسرائيليين المسؤولين عن الجريمة من دخول تركيا؟ إلى الآن هناك الأعمال في المحاكم التركية مستمرة، وإلى الآن الذين تأثروا سلبيا في السفينة ذهبوا إلى المحاكم أكثر من مرة، إلى الآن يتابعون التحقيق معهم ويجمعون من الركاب الأدلة في المحاكم التركية. أعتقد تركيا لن تتنازل إذا كان هناك أدلة مثبتة وثابتة، ولا يمكن أن يتنازل محاكم تركيا، حتى إذا تنازلت الدولة أو حكومة الحالية لن تتنازل محاكم، لأن الآن وصلت السفينة والسفينة بنفسها دليل واضح أن إسرائيل ارتكب جريمة كبرى في مياه إقليم الدولي. سيد عمر، يعني سؤال أخير لو سمحت، السلطات التركية أعلنت عن تشكيل لجنة وطنية تركية من عدد من الخبراء، يعني هذه اللجنة هل ستقدم في تقديرك تقريرها إلى اللجنة الأممية أم أنه فقط هذا لاعتبارات داخلية تركية؟ وما هي أهميتها يعني هذه اللجنة؟ أهمية هذه اللجنة، أولا الشعب التركي كانت ثائرة وإلى الآن يتابع الشعب هذه القضية بشكل جدي، إذا حصل هناك أي تنازل أو أي تساهل في هذا الموضوع هذا سيؤثر سياسيا على دولة التركية وسيؤثر سلبيا على حكومة الحاكمة في تركيا، لذلك لا أظن هناك جهة تستطيع أن تتساهل في هذا الموضوع أو تتنازل لما لا يرضاه المجتمع الدولي. سيد عمر قرقماز الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. دكتور إبراهيم نعود إليك. الحقيقة يعني هناك كان شيء ملفت للانتباه أن رئيس الأركان الإسرائيلي حاول أن يربط ما جرى من هجوم إسرائيلي على السفينة بأنه هجوم على إرهابيين أو على أناس يعني يدعمون حركات إرهابية، كما قال هو بالذات عن حركة حماس ربما. فما هو يعني الهدف من ذلك؟ هل هو هدف يعني له علاقة بمجريات التحقيق واللجنة الدولية، أم أن الأمر يأتي في سياق مختلف؟ له محاولة تبرير ما حدث حقيقة، يعني هم أصروا من البداية أن هناك ربما أسلحة على ظهر هذه السفن وربما هناك إرهابيين، وتحدثت الصحف عن أسماء معينة، ثم اكتشفنا أنه لا كان في إرهابيين ولا كان في أسلحة، لأن السفينة انطلقت من موانئ أوروبية وخضعت للتفتيش زيها زي غيرها. الاحتلال يرفض دخول أي سفينة مهما كان مصدرها، يعني لو جاي من 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 الولايات المتحدة ومفتشها السي آي نفسها لن يسمح له بالدخول، لأنه هذا بالنسبة لهم موضوع خطير جدا، رفع الحصار عن غزة أو كسر الحصار عن غزة. بس يعني هو على مين بيضحك في هذا الحال؟ يعني هو يعرف هو هم العالم يعرف هم ان يكرروا اكاذيبهم، هم يكرروا اكاذيبهم، يعني يضلك تكذب 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 لحد ما تصير يصدقها الناس. ربما بعض وسائل الاعلام الغربيه تلتقط هذه انه والله ربما كان هناك ارهابيين، ربما السفن القادمه سيكون عليها ارهابيين.
الأمر الآخر أنه يعني إمعانا في هذه الغطرسة وهذه الكذبة والخداع اللي بيمارسوها العالم، اعتبروا مؤسسة الإيهاها اللي هي IHH التركية مؤسسة إرهابية لأنها تدعم قطاع غزة وتدعم إرهابيين وإلى آخره. الآن كل هذه المؤسسة نزلت عن قائمة الإرهاب عندهم، وربما تضغط في المستقبل لمنع هذه المؤسسة في الدول الأوروبية كما فعلت ألمانيا في أحد المؤسسات التركية أيضا. إذن الاحتلال يكذب ويحاول الضغط على العالم تصديق هذه الأكذوبة ومنع أي حد من مساعدة غزة، بمعنى أنه كل من يحاول إيصال أي مساعدة لقطاع غزة أو كسر الحصار هو إرهابي حتى لو لم يكن إرهابيا. طيب الدكتور معنا الدكتور محمد خليل موسى أستاذ القانون الدولي من عمان، مرحبا بك يا دكتور وكل عام وأنتم بخير. كل عام بخير. أهلا وسهلا دكتور. يبدو أن اللجنة الدولية أو الأممية للتحقيق أو لتقصي الحقائق لا تملك صلاحية على الأقل فيما يظهر لاستدعاء شهود للمثول أمامها، كيف سنصل للحقيقة إذا كان الأمر كذلك؟ هو بداية قبل أن أجيب بشكل مباشر على السؤال أريد أن أوضح مسألة إلى المشاهدين. تفضل. أن الأمم المتحدة قد شكلت في الحقيقة لجنتين، لجنة من خلال الأمين العام للأمم المتحدة ولجنة أخرى من خلال مجلس حقوق الإنسان. نعم. الآن في الحقيقة عندما يطلع أي قانوني، عندما يطلع على الصلاحيات والمهمة الموكولة إلى اللجنتين، يجد مثلا أن اللجنة التي شكلها الأمين العام لجنة صلاحياتها بسيطة جدا، بمعنى ليس مطلوب من اللجنة أن تتحرى المسؤولية الجنائية وأن تتعرف على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، بل فقط أنيط بهذه اللجنة، لجنة الأمين العام للأمم المتحدة، تحري ملابسات الموضوع وفيما إذا كان هناك انتهاك لأحكام القانون الدولي أو عدمه. يعني باختصار صلاحيات اللجنة صلاحيات عامة. أما فيما يتعلق باللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، فهذه اللجنة فقط ستباشر مهامها في نطاق وصلاحيات المجلس، وهو تحديد الانتهاكات التي وقعت على حقوق الإنسان من خلال أسطول الحرية. وفي كلتا الحالتين يمكن أن نقول بأن إمكانيات المسائل الجنائية لن تكون واردة في الحقيقة، لأن مهام اللجان كما قلت محددة ومحددة بدقة ولا تشمل ما نبتغي كقانونيين أن تشمله في الحقيقة. إذا معناته يعني أنت ترجح إذن أن تشكيل هذه اللجنة هي عبارة عن كما يقول البعض على الأقل هي صفقة بين الجهات لإخراج إسرائيل من هذه الأزمة. في الواقع أريد أن أوضح مسألة، أيضا أريد أن أفرق. لجنة الأمين العام للأمم المتحدة لو رجعنا إلى الأشخاص المكونين منها نجد أن هناك عضو تركي وهناك عضو صهيوني. أيضا الغريب أن هذه اللجنة يوجد بها رئيس كولومبيا الذي انتهكت ولايته الفارو أوروبي. نعم. معروف أن هذا الشخص اللي هو رئيس وزراء كولومبيا السابق له علاقات وثيقة مع إسرائيل المتحدة ومن اللوب الصهيوني، وهو مقرب جدا، والوكالة اليهودية قامت بإعطائه جائزة وكرمته قبل أشهر. فعلا أنا أتوقع أن هناك صفقة فيما يتعلق بلجنة الأمين العام كما قلت، ويبدو أن الهدف هو إخراج الكيان الصهيوني من ورطته وليس الهدف في الحقيقة إيجاد تحقيق لمساءلة الكيان الصهيوني عما ارتكبه من جرائم. أما فيما يتعلق بلجنة مجلس حقوق الإنسان أتوقع أن هذه اللجنة حيادية أكثر وغير منحازة ولا تأتي في ضمن صفقة، ولكن المشكلة أن هذه اللجنة مهما سيخرج عنها تبقى صلاحيات مجلس حقوق الإنسان هي توصيات ولا يمكن البناء عليها بشكل قانوني متين لملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة. بمعنى في كلتا الحالتين نحن أمام تدابير تحقيقية وتقصي حقائق شكلية، من الناحية القانونية قد لا نستطيع أن نلاحق المسؤولين أسوة بكافة السوابق الموجودة. لكن هذا لا ينفي دكتور أن يكون بملاحقة هؤلاء المسؤولين بناء على يعني شكاوى من المتضررين من الأسطول. 100%. أنا ما قلته أنا لم أتحدث عن المسؤولية الشخصية من ناحية القانونية، قلت أن الأمم المتحدة هنا لن يفيدنا كثيرا في البناء أمام الأمم المتحدة وأجهزتها. بالعكس كما أنت ألمحت بذكاء، في الواقع هذا هو الطريق الأصوب، أن المتضررين بشكل شخصي في الحقيقة عليهم أن يلاحقوا هؤلاء وأن يقدموا الشكاوى سواء الجزائية أو حتى المطالبة بالتعويضات، لأن في الحقيقة المساءلة الفردية وأيضا الملاحقة الشخصية من قبل المتضررين هو السبيل الأمثل والأفضل في الحالة وفي السياق المرتبط بالكيان الصهيوني. دكتور محمد خليل، دكتور محمد الفكرة واضحة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. دكتور إبراهيم في النهاية في لجنة تحقيق تيرك الإسرائيلية الداخلية باختصار نتنياهو اعترف عن المسؤولية دولة إسرائيل عن الذي جرى، وبالتالي هل فعلا يعني يمكن أن يتم بشكل أو بآخر بعيدا عن الصفقة اللجان الصفقات هذه، هل يمكن أن يتم جلب
القادة الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية سواء عن طريق المتضررين الشخصيين أو عن طريق المؤسسات المنظمة لهذه القافلة؟ هو اعترف بأنهم قاموا بهذا العمل دفاع عن النفس ومن ضمن القانون الدولي وحقهم في القانون الدولي، وهذا ما تريد الخروج به لجنة الترك اللي شكلوها أنه الذي قاموا به من ضمن صلاحاتهم في القانون الدولي. بل أن النتيجة المباشرة لهذا العنت الإسرائيلي حقيقة هو قبول العالم بحصار قطاع غزة وتشريعه، بمعنى أنه لما قالوا احنا خففنا إجراءات لقطاع غزة ما فيش داعي تيجي سفن، الأمم المتحدة تبنت هذا الموقف بان كيمون وقال أنه يفضل أنه ما تروحش سفن لقطاع غزة لأن المعابر مفتوحة. إذن أصبحت عملية الحصار مقننة لها تشريع ومقننة وكأنها أمر مقبول. لكن بالنسبة للجان الأخرى كما تفضل الدكتور يعني بوضوح شديد، هذه اللجان لن تخرج بأي إدانة، لن تخرج بأي تحميل مسؤولية إطلاقا. لجنة ستتحدث كيف يمكن تفادي ذلك في المستقبل، ولجنة أخرى ستتحدث عن خروق حقوق الإنسان لتضاف إلى باقي سجلات حقوق الإنسان أمميا دوليا. لا يوجد أي إدانة ولا مساءلة. لكن تركيا لن تقبل بمثل ذلك دكتور إبراهيم، أليس كذلك؟ ربما تركيا إن وصلت الأمور إلى درجة أنه تحميل مسؤولية ما جرى أنه خارج القانون الدولي واجب إدانة وكذا ونوع من الاعتذار المباشر أو غير المباشر، ربما تقبل ذلك، لا أتحدث عن تركيا. لكن حقيقة لن يهربوا ولن يفلتوا من العقاب، لأن هناك الكثير من المؤسسات والكثير من الأفراد الذين سيقوموا برفع قضايا ضدهم. أشكرك دكتور إبراهيم. إذن كل الشكر للدكتور إبراهيم حمامي الكاتب والمحلل السياسي، وشكر موصول ومكرر للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف. أما أنتم مشاهدين الكرام فنشكركم على حسن المتابعة ونأمل منكم التفضل بالبقاء معنا، حيث سنتابع الحوار معكم ونستقبل مداخلاتكم وتعليقاتكم على موضوعات وأخبار الحلقة عبر الهاتف المبين على الشاشة، فأرجو التفضل بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في الجزء الأخير من الحلقة والمخصص لمداخلات المشاهدين الأعزاء، والمداخلات ستكون متعلقة طبعا بأخبار وموضوعات الحلقة. ومن أهم الأسئلة المطروحة خلال حلقة اليوم، هل تثق عزيزي المشاهد، هل تثقي عزيزتي المشاهدة بلجنة التحقيق الأممية التي ستحقق في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية الإنساني؟ وهل يمكن جلب الجنات ومجرمي الحرب إلى العدالة الدولية بناء على هذه التحقيقات؟ وما الذي تريده إسرائيل من تشكيل لجنة إسرائيلية للتحقيق أو لتقصي الحقائق في الاعتداء على أسطول الحرية؟ وهل يصلح المعتدي للتحقيق في إظهار جريمته؟ ثم هل هناك خلاف حقيقي في الأوساط الإسرائيلية على من يتحمل المسؤولية، أم أن ما ظهر من تحقيقات أو في تحقيقات تيركل لا يعدو كونه كما يقول بعض ضيوفنا تبادل للأدوار وأنها مجرد مسرحية أو تمثيلية؟ طبعا بالإضافة لتعليقاتكم على أخبار الأسبوع وخاصة الخبر المتعلق ببدء السلطات الإسرائيلية بهدم أجزاء كبيرة من مقبرة مأمن الله التاريخية في بيت المقدس، والتي تضم رفات عدد من الصحابة الكرام والعلماء الأجلاء. ونبدأ مع المشارك الأول معنا في هذا اليوم المبارك، عزام من ألمانيا. عزام تفضل. السلام عليكم يا أخ ساهر. عليكم السلام، تفضل يا عزام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تحية لك وتحية للبرنامج وتحية للأخ إبراهيم حمامة. الله يحييك، تفضل. ممكن أرد بس على الأخ إبراهيم حمامة بس لو نص دقيقة؟ تفضل. لأنه جت لي فرصة أرد عليه، لأنه من فترة بدي أرد عليه بس. رد، تفضل. يا أخ إبراهيم حمامة، يعني أنا مع احترامي له يعني وبقدره كتير، عارف كيف؟ الحلال في عمر هم كانوا جبناء ولا كانوا تبعين رام الله يا أخ إبراهيم. مين هم؟ قدموا شهداء هذيك مرة، كان حامل حملة كتير على الحلال، عارف كيف؟ قدموا شهداء وقدموا أسرى وقدموا معوقين، عارف كيف؟ نعم. فهذا بس الرد على الأخ إبراهيم. طيب. مع احترامي له. طيب فضل. المشاركة هاي الإسرائيليين هذول اليهود، كل ما بيقتل أكتر كل ما بينجح أكتر. هذا رئيس الأركان الآن، لما هو اعترف هذا بكرة راح ينجحوا ويصير رئيس وزراء إسرائيل، وبكرة بذكرك. طيب. نذكر شارون لما أيام صبرة وشتيلة عزلوه، كان وزير الدفاع، وبعدين شو صار؟ رئيس وزراء، عرفت كيف؟
هذا هم الإسرائيليين، كل ما يقتل أكثر كل ما ينجح أكثر. لأنه أما السياسيين هذا وزير الدفاع ورئيس الوزراء يتهربوا بس عشان السفر لبرا عشان ما يصيرش توقيف لهم، والإسرائيليين عمرهم ما بيعترفوا إلا بالقوي. بيعترفوا تركيا لأنها إلها كلمة عملوا لجنة تحقيق هاي. أما الدول العربية والله ما بسمعوا لهم ولا كلمة. عرفت كيف؟ اسمع مثلا يا أخ زاهر لما بيخطب حسن نصر الله بتلاقوا كل الإسرائيليين بسمعوا خطابه. ولما يصير اجتماع عربي والله ما في واحد بيفتح التلفزيون فيهم. يعني قصدك انه ما في يعني لا ينظرون الى هذه الخطابات والاقوال العربيه بمصداقيه ولا يؤمنون بها؟ لا ما عارفينهم كذابين، عارفينهم سنسريه. طيب شكرا يا عزام. شكرا يا عزام. معي ازاد من بريطانيا، تفضل يا ازاد. ازاد من بريطانيا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. أخي أولا رمضان مبارك عليكم جميعا إن شاء الله. علينا وعليكم، تفضل أنت على الهواء. نعم أخي، حسب المعلومات الأخيرة، بما أنه تعرفوا الدولة التركية هي تاريخيا معروفة، يعني هي مجرد أنه هاي بس دورات إعلامية فقط وليس لها أي دور، يعني أنه تدافع عن حقوق الإنسان أو أي شيء أنه لمصلحة مع إسرائيل. مورد. يعني في 20 مليون 30 مليون كردي يوميا هن عم يعذبوهم وما في اي حقوق لهم نهائيا. على اليوم تركيا بدها تجي تدافع عن حقوق الانسان، يعني هذا سيد ازاد تسمح لي سيد ازاد يعني اقطع كلامك لو تكرمت، احنا موضوعنا اليوم عن اسطول الحريه وليس عن المشكله الداخليه الكرديه التركيه، فأرجو أن يكون تعليقك حول هذا الموضوع، لأنه يعني يمكن أن نجري نقاش طويل حول حقوق الأتراك وماذا قدمت هذه الحكومة الحالية للأكراد يعني بالمقارنة مع الحكومات السابقة وكيف تتطور العلاقة بين الأكراد في المجتمع التركي، في كلام كثير، لكن دعنا من هذا ونتحدث عن أسطول الحرية. ماشي، على عيني ورأسي. هذول التسعة الشهداء كانوا أكراد، مثبت 100% كانوا من سامسون والمناطق الكردية من ديار بكر وهالمناطق، وهذا فخر لكم جميعا للأكرادي والأتراك. هدول أحفاد صلاح الدين الأيوبي يا أخي، معروف هالشي هذا، وقلنا الفخر والله نحب الشعب الفلسطيني يا أخي، وأتمنى تفتحونا برامج أو يعني إمكانات أنه نحكي بوضوح إن شاء الله عن هالمواضيع، ونحن كلياتنا شعب مضطهد عم نفهم جروح بعضنا يعني بصراحة. يا سيد بارك الله فيك يا سيد أزاد، أشكرك على هذه المداخلة. ومعي الآن من ألمانيا مارغريت من ألمانيا. نعم أنا معك حبيبي، تفضلي. مساء النصر لفلسطين، لكل الشباب الشرفاء مثلك ومثل الأخ إبراهيم عندك. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا فيكم، وتسمح لي أنا بحبش أحكي كل عام وأنت بخير من 87، لأنه إحنا الشعب الفلسطيني مش بخير، وبنروح بنضيع من يوم ليوم أكثر، وبلدنا عمالها شوي شوي بتروح أكثر وأكثر، والمفاوضات الماشية. بس قبل ما أمش أحكي في البرنامج شات اليوم، تسمح لي. تفضلي. في مرة كان عندك، مش عارف إذا الأخ إبراهيم كان عندك هذيك، مش معك أنت، مع شخص ثاني أعتقد الليبي. نعم. سألوه مرة مباشرة عن ياسر عرفات لما حب ينادي دولة فلسطين، وسأل مين منعه، فحكى الأخ اللي كان عندك اللي كان موجود إنه بيعرفش عن الإشي هاي. المضبوط كان ياسر عرفات بده ينادي دولة فلسطين بال95، واللي منعه أو طلب منه ما يناديهاش هو جيرهارد شرود هذيك الأيام، وحكى له استنى بين ما نخلص من مشكلة يوغوسلافيا. شكرا لك يا مارغريت على هذا التوضيح. هل من مداخلة خاصة بحلقة اليوم؟ ببرنامج اليوم لهالسبب أنا بندي شوي منرفزة، بس مش مهم. يا أخي أنت بتحكوا دائما عن هيئة الأمم، أنا بسميها هيئة الأمم، اسمحوا لي، وأنا المسؤولة عن كلامي، عمري 70 سنة وإلي 45 سنة بألمانيا، إجيت لخمس سنين ولكن راح المدة علي وأصبحت بدون دولة وبدون وطن. هيئة الأمم تسمح لي، كم مرة هيئة الأمم عملت سلام أو حطت سلام أو عملت أي شيء للعالم؟ ما هي محكومة من الجالية اليهودية في أمريكا، هاي إشي عادي ومعروف، فمش من وراها منفع، لا بان كيمون ولا اللي كان قبل هذا عودة نسيت اسمه كوفي عنان، ولا بطرس غالي ولا فارس ديك، ولا هدول من حرب الخليج لليوم أجوا ما عملوا إشي ولا رح يعملوا إشي ولا رح يحطوا سلام.
أما المقبرة الإسلامية إن كانت إسلامية ولا مسيحية، إسرائيل ما عمرها بتعطي أهمية لدين من الأديان أو بتحترم دين من الأديان أو مقابر. بينما المقبرة اليهودية من حوالي مدة مش زمان إلها بعرفش أكم سنة كانت هون في ألمانيا، موجودة ما زالت في ألمانيا، وكانوا الألمان بدهم يعملوا عليها جسر أو يبنوا مجمع للبيع. فأجوا كل يهود العالم، كل يهود العالم أجوا ووقفوا على المحل ومنعوا يصير. فإحنا وين إحنا؟ وين شعوبنا؟ وين إحنا؟ إحنا يا بتون مملانة ومش قادرين نتحرك من وراها، يا إما فارغة وبنفتش على لقمة نعبيها فيها. مارغريت من ألمانيا أشكرك على هذه المداخلة، شكرا جزيلا يا مارغريت. معي عبد الله من السعودية، تفضل عبد الله. ألو، تفضل يا عبد الله، أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير يا اخي. وانتم بخير، تقبل طاعتكم. جزاك الله خير. لو سمحت، احنا بنتكلم عن موضوع القافله يعني او القافله الحريه. نعم. انا بتكلم عن يعني هي مجموعه يعني عباره عن مجموعه من شباب او مجموعه من جمعيات او من اشياء هذه حاولت انساد الفلسطينيين. استغلها بعض الناس او استغلتها بعض الحكومات لمعارف سياسيه. الان انتهت الموضوع. لو تركوا الناس وتركوا الجمعيات كانت تحل امور اكثر من كذا. سيد عبد الله تسمح لي بس يعني حتى نفهم انت قصدك ايش. استغلتها بعض الحكومات، اي حكومات؟ يعني حكومه تركيا، حكومه العربيه، حكومه فلسطين، حكومه الاوروبيه، كلها استغلوها سياسيا. لا بس دخلت سياسه انتهت الموضوع، وصلت الى الامم المتحده ما وصلت الى شيء معين. إسرائيل تتهرب، إسرائيل دخلها في السياسة تطلع منها سالف، هي البطلة. أيوة. تطلع هي الناجحة. لأن فاشلين سياسيين العرب وغير العرب حتى. حتى الأوروبيين يفشلوا مع إسرائيل. نعم. لكن دخلها في الجمعيات الإنسانية والأمور الإنسانية تفشل إسرائيل أمام الموضوع هذا. لذلك أي عندما تدخل أي قضايا هذه الإنسانية تدخل فيها الدول أو تدخل فيها السياسات هي فاشلة. دكتور سيد عبد الله، انا بدي اوافقك الحقيقه، تسمح لي، انا موافقك على انه البعد الانساني في الصراع مع الاسرائيليين واظهارهم بانهم ضد الانسانيه هذا يعني يجعل فرص الفوز وكشف حقيقتهم اكبر، ولكن لكن سؤالي يا اخ عبد الله، لو كان على متن السفينه مواطنين سعوديين مثلا، كان هناك 100 سعودي مشارك في نصره اخوانهم من فلسطين كجمعيات انسانيه وافراد، واسرائيل هاجمت السفينه وقتلت 9 من السعوديين، هل تقبل من السعودية أن تبقى دون أن تتدخل كحكومة؟ إحنا ما نتكلم عن التدخل، أنا معك أن تتدخل كدولة بطريقة سياسية، لكن لا تتدخل الدول هذه أن تستغل السياسة هذه لمصالح شخصية. نعم. الآن أردوغاية وغيره 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 استغلوها سياسيا لمجرد حزبهم، حتى يستنصروا بالحزب بعدين يحسبون لهم نقاط من الأشياء هذه كلها. حكومة السعودية الآن ما هي محتاجة، ما هي حزب سعودية، لو أنها قتل 9 سعوديين ما هي حزب عشان تكسب شعبها. هذه دولة محكومة في مملكة وملك وولي عهد وموجودين سواء استنصروا فيهم ولا ما استنصروا فيهم. على كل حال محتاجة أن تكسب نقاط. نعم. مسألة إنسانية، اتركوا الناس يعملون بصورة إنسانية ينجحوا، أما إن دخلتوها في سياسة ما راح ينجحوا. هذه الان اسرائيل تستغل كل نقطه حتى ترضي تركيا. نعم سيد عبد الله، تركيا انتهى الموضوع. نعم نعم، النقطه واضحه سيد عبد الله، اشكرك على مشاركتك. يعني مع انه التنافس على خدمه المجتمع من قبل الاحزاب في الدول اللي فيها احزاب، طبعا انا اعرف السعوديه ليس فيها احزاب، لكن الدول فيها احزاب يعني التنافس على الخير بتصور مساله محموده. على كل حال هذه وجهه نظرك، اشكرك على مشاركتك. معي ابو اسعد من سويسرا، أبو أسامة من سويسرا، تفضل أبو أسامة. السلام عليكم أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو أسامة. رمضان مبارك أولا. مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المشاهدين. الله يبارك فيك سيدي. سيدي أبو أسامة أنت على الهواء، تفضل. نعم، اختلط علي المداخلة الثانية. نعم شكرا، السلام عليكم مرة أخرى يا سيدي. عليكم السلام. نعم سيدي، جرائم المحتل لا تحصى ولا تنتهي، فهو محتل يفعل ما يشاء في الأرض التي يحتلها بل حتى في البلدان المجاورة، ومن العبث سيدي الاستغاثة بالأمم المتحدة وغيرها من المنظمات،
فنحن المعتدى علينا أمة مليار والنصف، أمة ميتة أماتها الاستعمار بتقسيمها دولا بعدما زرع فيها فكرة القومية والوطنية، ونصب عليها حكاما يقفون في صفه ضد مصالح الأمة ويطبقون على الناس نظاما مخالفا لعقيدتهم. ولا خلاص لنا سيدي كريم إلا برحمة من الله في هذا الشهر الكريم، إذ أوله رحمة واستفاقة من أهل القوة كضباط الجيوش يخلصون من هؤلاء الحكام حتى نتمكن من تنصيب خليفة يعلنها دولة إسلامية ترفع الحدود بين المسلمين وتباشر تطبيق الإسلام وتجمع الجيوش وتهيئها لإزالة المحتل. سيد أبو أسامة أستاذي الكريم، تحرر فلسطين وتنتهي جرائم المحتل، وشكرا لك. شكرا لك أيضا أبو أسامة، نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعجل بالفرج وأن يأتي ذلك الخليفة الذي ينادي به أبو أسامة وإخوانه. معي الهادي من ألمانيا. الهادي من ألمانيا تفضل. طيب نأخذ جلال من ليبيا، تفضل جلال. مساء الخير. أهلا يا هادي، أهلا وسهلا، مساء النور. مساء الخير أستاذ زاهر، رمضان مبروك وكل عام وأنت بخير. وأنتم بخير، أهلا وسهلا، تفضل. هل سوف تقدم لجنة التحقيق أو تقوم لجنة التحقيق بإدانة المسؤولين في الكيان الصهيوني وتقديمهم للمحاكمة الدولية؟ سيدي هذا الكيان عمره 62 سنة وهو يرتكب الجريمة تلو الأخرى ولم تقع إدانته، وهذه اللجنة من وجهة نظري هي في الحقيقة مسرحية لإنقاذ الصهاينة من جرائمهم المتتالية. فهذا الكيان هو ابن الأمم المتحدة المدلل، فهي هي التي أوجدته وأعطته شرعية وجود على إنقاذ الشعب الفلسطيني، فكيف تسمح لنفسها بإدانته وتقديمه للمحاكم؟ لا أعتقد ذلك. وإلى جانب ذلك فالفيتو الأمريكي هو وجد لحماية الكيان الصهيوني، حتى إذا سمحت الأمم المتحدة بإدانة هذا الكيان فالفيتو الأمريكي يترقب ذلك، لا يمكن للكيان الصهيوني أن يمس بسوء. وشكرا. شكرا يا هادي من ألمانيا، أشكرك. لكن يبدو أن هناك البعض يعني يوغل في أو يعني يبالغ في عقلية المؤامرة. الحقيقة أن الإسرائيليين يخشون من هذه المنظمات الدولية، ولكن إذا أحسن العرب أو أحسن خصوم دولة إسرائيل استخدامها واستخدموا الأدوات بشكل مهني وبشكل صحيح، هناك أمثلة كثيرة على ذلك، يعني المتابعات بحق قادة إسرائيل في العالم الغربي وخاصة في بريطانيا تشهد بذلك، أنهم يخافون الآن أن يأتوا إلى بريطانيا بسبب الملاحقات القضائية. على كل حال معنا الآن جلال من ليبيا، تفضل يا جلال. معي محمود من موريتانيا، انفصل الخط مع جلال، تفضل يا محمود. أبو خالد من هولندا، أبو خالد تفضل. لو سمحت أبو خالد تسمعني من الهاتف وتغلق التلفزيون. السلام. أو الصوت على الأقل يعني. السلام عليكم السلام عليكم، معك أبو خالد. حياك الله يا أخ أبو خالد، أهلا وسهلا. يا أخي أنا معلش أنا بطلع بشوي بالنقاش، أعتقد أن المشكلة هي في الفلسطينيين أنفسهم. أها. الآن انقسموا إلى قسمين، عملاء لإسرائيل أو عملاء لإيران. يعني احنا في السعودية قد ما دعمنا، وأكثر دولة دعمت هي المملكة العربية السعودية، إلا أنه مع بالغ الأسف تجدها تهاجم من قبل الفلسطينيين. يعني أصبح الفلسطينيين يهاجمون السعودية أكثر من إسرائيل. أبو خالد يبدو انفصل الخط، نأمل أن يحاول الاتصال مرة أخرى لأنه أنا حاب أنه أسمع وجهة نظره وأناقشه فيها كمان. معي إسراء من غزة، تفضل يا إسراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية كل عام وأنتم إلى الله أقرب. وأنتم كذلك. الله يبارك فيك. أما فيما يتعلق بموضوع الحلقة، أعتقد أنه تشكيل لجان من قبل إسرائيل للبحث في حقيقة ما جرى على متن أسطول الحرية هو بمثابة تغطية على جريمة اقترفتها يد العدو الصهيوني بحق كوكبة من أصحاب القلوب الذي يتمتعون بكثير من الإنسانية تجاه غزة، في حين لم يتحرك أحد غيرهم. وما هذه المسرحية التي تشكلها إسرائيل إلا للضحك على اللحى العربية التي ما زالت تؤمن حتى الآن بديمقراطية إسرائيل وبإرهابية كل من يحاول صد إسرائيل عما تقترف من جرائم ومن حصار لأهل غزة.
ويعني أعتقد أيضا أنه تهدف لإيصال عدة رسائل أنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام إسرائيل، حتى لو كانت أمريكا، حتى لو كانت كثير من اللجان التي سوف تشكل للبحث في مثل هذه القضايا. وما رد غبي أشكنازي، ذلك الغبي الوقح، عندما قال الخطأ الوحيد الذي ارتكبه جنوده هو أنهم تأخروا في عملية إطلاق النار، هو بمثابة رسالة أنه في حال تقدمت أي سفينة أخرى سيتم إطلاق النار بشكل مبكر لردع أي إنسان إلى الوصول إلى غزة. يعني الضمائر الحية ما زالت تنبض، ونحن متفائلون جدا في غزة بالقلوب، بأنها ستستمر شرايين الحياة للوصول لغزة. بالعربي يعني إحنا مش الأهم، مش إنهم يجوا لغزة فقط ويصلوا لغزة، وصولهم لغزة بحد ذاته هو انتصار لقضية غزة وانتصار لشعب غزة المحاصر. وأنا من هنا من غزة يعني بصراحة أقف إجلالا واحتراما وتقديرا لكل من دخل غزة، إلك أخي زاهر وللدكتور إبراهيم حمامي ولكل من حاول أن يدخل غزة ومنعته سواء السلطات المصرية أو الاحتلال الإسرائيلي. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم وبركاته. السلام، شكرا يا أخت إسراء، هذا أقل الواجب، ونحن لم نقم بشيء كثير بالمقارنة مع ما ترزخون تحته من معاناة واحتلال وحصار. معي الآن جعفر من بريطانيا، تفضل يا جعفر. جعفر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنتم بخير. وأنتم بخير. يا أخي، هاي كلياتها مسرحية، نفس هاي الدول اللي مواقع على لجنة التحقيق الدولية، نفس هاي الدول الذي أنشأت إسرائيل. بعدين من قانا، من مجزرة بحر البقر في مصر، لا صبرا وشتيلا، لآخر مجزرة في غزة، ما شفناش ولا زعيم إسرائيلي يتحاكم ولا راح يتحاكم، وبس نحكي ما بحث الأرض غير عدوجها. ولو نذكر على هاي الأنظمة الديمقراطية، هاي ديمقراطية على شعوبها مش على شعوبنا، والدم اللي بينزل هناك بتطلعوا عليه على أنه دم رخيص، يعني مي ما لوش أي قيمة، وديمقراطيتهم في بلدانهم مش عنا. وشكرا. شكرا لك يا جعفر. معي مرة أخرى أبو خالد من هولندا. أبو خالد تفضل مرة أخرى. سبحان الله، ما فيش نصيب يبدو لأبو خالد. أبو صلاح من ليبيا، تفضل يا أبو صلاح. لا، يعني يبدو أنه في مشكلة، على الأقل يعني نأمل أنه أبو خالد وأبو صلاح يعيدوا الاتصال مرة أخرى. ولكن يعني هنا في تعليق على مسألة يعني أنه لم نرى أي زعيم إسرائيلي يحاكم. يعني صحيح أن الزعماء الإسرائيليين في حصانة، لكن هذه الحصانة واضح أنها بدأت تتزعزع أو بدأت يعني تخف في العالم. وإسرائيل نفسها الآن تتحدث عن ما يسمى محاولات نزع الشرعية عنها في أوروبا تحديدا وفي بريطانيا ربما، وذلك بعد أن يعني تمكن نشطاء حقوقيون ومتضامنون مع قضية فلسطين من رفع دعوى على قادة دولة إسرائيل، سواء كان السياسيين منهم أو العسكريين الذين شنوا الحرب على قطاع غزة، وأدت تلك الحرب إلى استشهاد ومقتل 1450 من الأبرياء العزل في غزة. على إثر ذلك قام هؤلاء النشطاء والمحامون في بريطانيا برفع دعوى، وأمكنهم وتمكنوا من استصدار أمر باعتقال نائبة رئيس وزراء دولة إسرائيل تسيبي ليفني، وكانت وهي طبعا زعيمة حزب الليكود وكانت وزيرة خارجية. ومنذ ذلك الوقت وتعيش دولة إسرائيل وقادة دولة إسرائيل في أزمة حقيقية، يعني ليست مسألة صعبة على النشطاء الحقوقيون في العالم أن يرفعوا قضايا باسم المتضررين من ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة أو ما قامت به في أسطول الحرية. وهناك إمكانية وفرص فعلا، لأن هناك ما زال فيه في العالم عدالة، وما زال فيه في العالم يعني إمكانية عمل شيء للمظلوم وجلب الظالم والمعتدي إلى المحاكم الدولية. أما ما كنت أود أن أقوله للسيد أبو خالد من هولندا، الحقيقة كنت أتمنى أن يعيد الاتصال، لأنه من الواضح أن أبو خالد يعني يبالغ بشكل شديد ويسطح الأمور ويبسطها، يعني يحمل مسؤولية للفلسطينيين المحاصرين أو للفلسطينيين تحت الاحتلال في الضفة الغربية. يعني هذا فيه ظلم كبير أعتقد للفلسطينيين،
وكذلك في تسطيح وتبسيط للمعادلة والقضية الفلسطينية عندما يقول أن نصف المجتمع الفلسطيني بسبب الانقسام والخلافات، نصف المجتمع يعني يأتمر بأمر إسرائيل والنصف الآخر يأتمر بأمر إيران. هذا الحقيقة فيه مبالغة وفيه ظلم شديد للشعب الفلسطيني. فلا أهل الضفة الغربية والحكومة هناك في الضفة الغربية تأتمر بأمر إسرائيل، ولا الحكومة في غزة أو حركة حماس وحكومتها تأتمر بقرار من إيران. إنما هناك في خلاف بين الفلسطينيين، لا أحد ينكر هذا الخلاف، والكل يطالب الفلسطينيين بأن يوحدوا صفوفهم لأنهم هم في مقدمة المعركة، هم تحت الاحتلال، وينظر إليهم العالم العربي والإسلامي بشيء من التقدير، لأنهم يريدون منهم أن يكونوا صفا واحدا في مواجهة هذا الاحتلال. لعل الله عز وجل يعني يكرم الأمة ويكرم الفلسطينيين والعرب بتحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ولعل الله عز وجل في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل أن يسمع دعوات المظلومين من أبناء فلسطين على التحديد وأبناء العالم العربي والإسلامي، وأن يأتي بالنصر من عنده. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، وفي ختامها أكرر الشكر للضيوف الذين رافقونا في الساعة الأولى من البرنامج، وكل الشكر لكم أنتم على مشاركتكم التي أثرت البرنامج بلا شك، رغم أننا في وقت الإفطار على الأقل هنا في أوروبا، والوقت يعني وقت ربما قراءة قرآن أو البعض ربما ينام. على كل حال يعني نحن نشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة، والتي أثرت حقيقة مشاركاتهم النقاش في هذه الحلقة، ونذكر الجميع بأننا ننتظر ملاحظاتكم واقتراحاتكم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج بانوراما @الحوار.tv. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أنقل لكم تحيات فريق البرنامج، وهذا زاهر بيراوي يحييكم ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله طاعتكم.